فضل عيد الغدير عيد الله الأكبر، وقد ورد الحث الأكيد على اتخاذ هذا اليوم عيدا ومعاملته معاملة الأعياد من جهة إبراز مظاهر البهجة والسرور والزينة. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: لعلك ترى الله عز وجل خلق يوما أعظم حرمة منه، لا والله لا والله لا والله، بل هو العيد الأكبر. كما قال الإمام الصادق عليه السلام: هو عيد الله الأكبر. حق لنا جميعا أن نبتهج في هذا اليوم، وأن نظهر المحبة والولاء الصادق، وأن نبايع الإمام ونجدد العهد. فلنجدد العهد أحبتي ومع الرادود أبو حيدر، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. إحنا على نهج النبي وعلى نهج قبطينا، فاخر بست النساء وبزهرة الأزهار، فاخر بأم الحسن وحسين وعلينا. أولادك بحجر النبي تربوا طفال أصغار، ريحانتين النبي ذكرهم بيحيينا. السيد السبط الولي الهادي النبي المعبار، صورة جمال الحسن يا رب نحضينا. يا ريت كاس القدر في كربلاء ما دار، ويا ريت شرب الحسين وكل نظمينا، ويا ريت زينب ما شافت عينها اللي صار، وذاقت بمقتل اخوها المر والقينا، وما زال يهد السرايب تكتب الاقدار، وما دام انت كتبت يا رب نرضينا، وحتى لهيب الدمع يطفي لهيب النار. عفوك يا ربي إذا طول المدى فقينا صلوات. بس انت يا حيدر والي، بس انت يا حيدر والي، بس انت يا حيدر والي، بس انت يا حيدر والي. والله يقول هالعيد الولاية وهلت الأنوار، هالعيد الولاية وهلت الأنوار، من وصى الرسول وعين الكرار. خوت الري بالوالد اش صار، مهضوم روحه ويتحسر، مهضوم روحه ويتحسر، مهضوم روحه ويتحسر، مهضوم روحه ويتحسر. صلوات الله صلي وسلم على محمد. اسمحوا لي ابو علي يقول هاليوم هاليوم نلنا المفخرة، وهاليوم هاليوم نبايع حيدرة، هاليوم هاليوم نلنا المفخرة، وهاليوم هاليوم نبايع حيدرة. إيه هاليوم هاليوم نلنا المفخرة، وهاليوم هاليوم نبايع حيدرة، هاليوم 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 مفخرة، وهاليوم هاليوم 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 تسعيد البشر. ما هالنبي وقال لابو الحملة لا
سيفه الدين تجدر وانتشر. هاليوم هاليوم خطف سيدي الورى، هاليوم هاليوم نبنى المغفرة، هاليوم هاليوم ما يحيدر، هاليوم هاليوم نبنى المغفرة، هاليوم هاليوم ما يحيدر، هاليوم هاليوم اجى النصر الولي قائد الاسلام ابو الحملة علي، قائد الاسلام ابو الحملة علي، وبذكر ابو حسين همومك تنجلي. هاليوم هاليوم حكومة طاهرة، هاليوم هاليوم نلنا المغفرة، هاليوم هاليوم نبايع حيدر، هاليوم هاليوم نلنا المغفرة، هاليوم هاليوم نبايع حيدر، هاليوم هاليوم صدع سيد الفريق، هاليوم هاليوم صدع طير السعد، اجمل هتافات يرددها ونشد، اجمل هتافات يرددها ونشد، نور الولايه للشيعه نولد، هاليوم هاليوم عدانا حايره، هاليوم هاليوم نلنا المغفره، هاليوم هاليوم نبايع حيدره، هاليوم هاليوم نلنا المغفره، هاليوم هاليوم نبايع حيدره. ويلي تبايع الكرار اصلوطي عندك صار، يلي تبايع الكرار اصلوطي عندك صار، يلي تبايع الكرار هذا اسلوبك اصلا نعم، يلي تبايع الكرار اصلوطي عندك صار، يلي تبايع الكرار اصلوطي نصر ورهبانة نجران، نصر ورهبانة نجران، صفر منهم غادت الوجوه وراهبهم الصبح حيران، وراهبهم الصبح حيران، وراهبهم الصبح محتار، يلي تبايع الكرار اصلوطي عندك صار، يلي تبايع الكرار اصلوطي عندك صار، وظل وصافيهم بقى حيران، دسم شافة والعدرة، حسن وحسين والزهرة، حسن وحسين والزهرة، حاميهم رسول الله ومن بعده علي الكرار، يلي تبايع يلي تبايع الكرار اصل وطيب عندك صار، يلي تبايع الكرار اصل الكرم عدنا يضل دار الحسن شاهد
الشط خلاه عباس على الشط خلاه عباس على الشط خلاه عباس على الشط خلاه عباس على الشط بعد يقول عباس منصال ما همت رماح الذي مشرعه قدم رسائل عمل فن الحرب مشروع بيبان جودة تطل طول الدهر مشرع ضحك يوم الوغط وجه العدة عباس وان ردت قلبك جلد من هالشهم عباس والله من جوز زينب طمه صاحت يا خي عباس ساق الزلم جل غنم واشرف على المشرعه ساق الزلم جل غنم واشرف على المشرعه صلوات